العازف الكبير ياشا هايفتس بيقول انه ما كانش ينفع يمر عليه يوم الا لما يتمرن على صفحتين من كتاب هنري شراديك. واللي ما يعرفش ياشا هايفتس فهو من اعظم ان ما كانش اعظم عازف كمان على مدار التاريخ، لدرجه ان في حاجه باسمه اسمها هايفتس تيمبو، بمعنى ان لو المقطوعه الموسيقيه مثلا على سرعه 100 هو كان يعزفها على سرعه 120 125. وكتاب هنري شراديك فيه ميزه جميله قوي، وهي ان التمرين مقسم الى اجزاء، كل جزء ليه لحن وكل جزء مستقل بذاته. يعني لو جينا بصينا على التمرين الاول هنلاقيه بيتكون من 25 تمرين صغير، فبالتالي تقسيمه التمرين الى اجزاء هو الراجل مريحنا على الاخر وعاملها لوحده. ولو بصينا في اخر الصفحه من تحت هنلاقي ان هو بيقول لنا ان سرعه التمرين مدراته، ومدراته يعني سرعه متوسطه، يعني تقريبا السرعه من 85 ل 105. تعالوا نعزف اول سطر على سرعه 105 وبعد كده نشوف ازاي نتمرن عليه. ده اول سطر. عارفك وانت بتقول لي دلوقتي ده سهل، ده سلم طالع نازل، يعني مش محتاج ان انا اضيع في وقت. اوعى تقول الكلام ده. لازم تعرف ان كل حاجه بتتمرن عليها مهمه، لازم تعرف ان كل دقيقه بتتمرنها صح حتى لو على سلم زي ده مفيده وبتطورك. علشان كده اوعى تقول لي ده تمرين سهل مش هتمرن عليه، ده فكر خاطئ. اوعى تفكر بالشكل ده. علشان كده لازم تاخد كل حاجه بشكل من الجديه. وحاجه مهمه جدا يا جماعه لازم تاخدوا بالكم منها، وهي ان انا عايزك الحاجه اللي تتمرن عليها ما تتمرنش عليها تاني. بمعنى ان سلم زي ده سلم زي ده لما تتمرن عليه صح، لما تخزنه صح، لو جالك في اي اغنيه في اي مقطوعه موسيقيه، لو جالك في تمرين تاني هتاديه مظبوط. ليه؟ لانك خزنت الصوره من البدايه عنه صح، فبالتالي استرجاع الصوره دي هيبقى شيء سهل. علشان كده اوعى تاخد اي تمرين باستهتار، زي ما احنا متعودين هنقلل السرعه على الاخر ونبدا نكرر ونعيد ونزيد عشان خاطر نستفيد ونتطور. فهنيجي على سرعه 40 ونخليها كروش ونعزف 2 طفا تيفي في الهوز بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. واقعد اكرر واعيد وازيد واعيد وازيد واشوف هل انا صوت القوس ثابت ولا لا، لان انا بعزف على وتر واحد، فبالتالي الصوت اللي طالع لازم يبقى مستقر. تاني حاجه، هل الصوابع نازله مرتاحه ولا لا؟ هل كل صباع نازل مستقل ولا لا؟ هل صوابعي خفيفه ولا لا؟ كل دي حاجات مش هتعرف تاخد بالك منها الا وانت بتكرر. حاجه كمان، ساعات لما بنيجي نعزف بالصباع الرابع القوس بيتوتر، لازم اخد بالي هل بيتوتر ولا لا، هل القوس بيرعش ولا لا، لان في كمان ساعات ناس القوس بيلمس وتر تاني لما بيجي يعزفه بالصباع الرابع. تراقب النقطه دي كويس وتكرر لحد ما تحس ان انت قدرت تادي فيها بشكل كويس. بعد كده حسيت ان انت متماسك على سرعه 40 كروش، تقوم طالع سرعه 40 دوبل كروش. هنشوف كده وهنعزف 8 نغمات في القوس برضه. واقعد اكرر برضه واعيد وازيد واعيد وازيد لحد ما احس ان انا قدرت اوصل لمضمون، قدرت اوصل ان انا مطمن ان انا اديت التمرين كويس. بعد كده اطلع ل 60 وانزل ل 50 زي ما احنا متعودين دايما، يطلع 20 وننزل 10، 20 و10 لحد ما نوصل لسرعه 105. طب انا ما قدرتش اوصل غير لسرعه 70، امسك السطر اللي بعديه واوصل بيه لسرعه 70، بعد كده السطر الثالث والرابع والخامس وهكذا، بحيث ان انت تبقى قادر تأدي التمرين على سرعه 70. خلصت التمرين على سرعه 70، ابدا بقى ان انت تمسك سطر لسطر وتحاول انت تزود السرعه من 70 ل 80 وهكذا، لحد ما هتلاقي نفسك مع مرور الوقت قدرت ان انت تعزفه على السرعه من 85 ل 105. تعالوا نعزف السطر التاني على سرعه 105. انا بفضل ان انت لو هتتمرن على التمرين ده ساعه فما تاخدش اكتر من 4 سطور، بحيث انك تدي نفسك فرصه انك تركز كويس وتقدر ان انت تحصل وتقدر ان انت تفهم وتستوعب وتسجل المعلومات الخاصه بالتدريبات دي.